مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي بكم مجددا في هذا اللقاء اليومي من العاصمة العراقية الحبيبة بغداد، يأتيكم مباشرة ونحن في هذه الأجواء الرمضانية نناقش ملفات عراقية مهمة، آخر ما يستجد، آخر ما يتفاعل من الساعة 11 وحتى المنتصف. أكثر شيء يأرق المواطن يعود هي الخروقات الأمنية من تفجيرات، من عبوات ناسفة، من أحزمة، وأي شكل من أشكال الخرق الأمني التي تودي بحياة الضحايا العراقيين الأبرياء. وهذه الإشكالية صراحة صارت البارحة كما قيل في مدينة الصدر، لما قيل أن هناك حزاما ناسفا أو رمانة يدوية، أو لكن بالنهاية هناك خرق أمني، هناك إشكالية حدثت، العراقيين كلهم يخافون من عندها. وبالتالي لماذا هذا الخرق الأمني وهناك انتشار أمني واضح استخباري، هناك مؤسسات أمنية متعددة، وإلى أي درجة هذه الخروقات الأمنية تحصل بسبب الخلافات السياسية؟ وهذا التصور قائم عند الناس، لما أي تفجير يصير يقول لك بيناتهم هناك خلافات، هناك تنافس، فناس تضرب ناس من خلال استهداف المدنيين. التصور الآخر عن الوضع الأمني في العراق هو في ظل التحشيدات المستمرة الأمنية الخطيرة، وآخرها قبل قليل ما جاء على وكالة رويترز من نشر صواريخ باتريوت في الشرق الأوسط استعدادا لأي صدام مسلح ما بين واشنطن وطهران. موضوعات كثيرة أمنية في هذه الحلقة مشاهدين الكرام، ولكن بعد تقرير عطيل الجفر. ما ممكن أحد ينكر استقرار الوضع الأمني بعموم العراق، يعني الحمد لله الناس تطلع بأي ساعة، والتفجيرات صارت من الماضي اللي الله لا يعوده. بس بالمقابل أكو تحذيرات من أنه هذا الاستقرار الأمني هش إلى حد ما، خاصة إذا ما أخذنا بالحسبان تفجير جميل البارحة وحجم التخبط اللي صار حوله واللي ما عرفنا ليه هسه وقع به ضحايا، كان مسيطر عليه فعلا من الأجهزة الأمنية، لو رمانة صوتية وإلها علاقة بعداوات عائلية حسب ما أكدوا نشطاء وناس ادعوا أنهم قريبين من مكان الحادث. والموضوع ما ينتهي هنا، إذا أخذنا سلاح العشائر أيضا بدون جنوب العراق وبالبصرة خاصة، يعني الدقة بين عشيرتين صارت بكيسيات وهاونات وحتى طائرات مسيرة دخلت بالموضوع، وهذا الحكي بعد ما انشملت الدقة العشائرية بقانون الإرهاب. أما المدن الشمالية والغربية فتشمة وصيد السمك صار حصرة بسبب الخلايا الإرهابية المنتشرة بالصحارى والأماكن المفتوحة، بالإضافة إلى بعض الخروقات بالأسلحة الخفيفة بالمدن المحررة. يعني الاستقرار موجود بس مو قمرة وربيع مثل ما يحب يصورها البعض، وأكو بعض آخر يتهم تحمل مسؤولية كبيرة عن هذه الخروقات. الله يمسيك بالخير أبو يسر، 4 سنوات السولف بيهم وما انطيتنا مجال نعرف بعض من هذا البعض. التحديات مو سهلة، والعراقيين اتعلموا أنه الاستقرار الأمني يجي عرض خاص ويا الاستقرار السياسي، والاستقرار السياسي اليوم مهدد من البعض، والداخلية والدفاع بدون وزراء. وإحنا ما نريد نتشائم بس ما نقول غير الله يستر على هالبلد والناس اللي بيه من التايهات. مرحبا مشاهدينا الكرام من جديد في هذا اللقاء في هذه الأجواء الرمضانية الطيبة مباشرة من العاصمة بغداد، عاصمة الخير، عاصمة العطاء، عاصمة الاستقرار الأمني، عاصمة الاستقرار السياسي المنشود. احنا لما يستقر عندنا الحالة السياسية يستقر كل شيء، يستقر الأمن، يستقر الاقتصاد، يستقر المجتمع، تستقر العلاقات الداخلية، العلاقات الخارجية وكل شيء. وبالتالي يعني الخوف بأن كل الخروقات التي تحصل في بغداد هي بسبب فعل سياسي. نتمنى أن هذه النظرية تكون خائبة وليست صائبة، وبالتالي أن ما يحصل هي عبارة عن إخفاق أمني بسيط نرجو ألا يتكرر. نرحب بضيوف هذه الحلقة مشاهدينا الكرام، الأستاذ أحمد الكناني
عضو مجلس النواب أستاذ أحمد مرحبا الله. والأستاذ كريم النوري القيادي في منظمة بدر مرحبا بكم دكتور. وسعداء بوجودكم معنا ورمضان مبارك على حضراتكم. أستاذ أحمد أريد توصيف يعني بسيط للخرق الأمني اللي صار البارحة اللي هو يعني اللي دفعنا أن نفتح هذا الموضوع في هذه الحلقة. ليش يصير؟ يعني من تفتر بغداد نقاط تفتيش موجودة، سيطرات اتحادية مشتركة دفاع، ولكن أيضا يصير الخرق الأمني، ليش؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك العزيز والمشاهد قناتكم الكرام، وكل عام وأنتم بخير، رمضان كريم، رمضان كريم عليك صدح. وعلى جميع أبناء الشعب العراقي. سلم. صراحة موضوع التفجيرات يعني سابقا من كانت تحدث تفجيرات أيضا كانت هناك سيطرات وكان الكتل الكونكريتية تفصل، لكن هي تحدث، فبالتالي حدوث تفجير أنصح طبعا المعلوم. إحنا هسه المعلومة هناك كلام إنه كان هناك حزام ناسفة أو عبوة قديمة متروكة في مكان هي مسيطرة عليه، تفجير مسيطر عليه، لكن هي بالضبط لابد أن نسلط الضوء على موضوع الخروقات الأمنية حتى إذا مو ولما صار. إحنا كنا قريبين على هذا المكان أنا سمعت طبة فقلت يا ستار تقريبا ربع ساعة نص ساعة إجت الأخبار العاجلة. احنا صراحة الخروقات مو بس احنا اتهمنا بغداد، لا وانما اليوم كل العراق قاعد نشوف مثلا الخروقات الامنية قاعد تحدث في مدينة الموصل، وحقيقة احداث دامية، ذبح وتفجير وقتل، ايضا يجب ان لا يتم السكوت عليه، خصوصا بعد انه اليوم كل ابناء الشعب العراقي وقواتنا الامنية اشتركوا بالنصر الذي تحقق على عصابات داعش. اليوم مطلوب من عندنا، مطلوب من الأجهزة الأمنية تكثيف الجهد الاستخباري الأمني حتى نتمكن، يعني احنا لا يمكن حتى اي هسه اذا الجهات الأمنية موجودين اخواننا يعني لا يمكن انكار هناك خلايا، هسه خلايا مرة عندها دور مستقبلي يجب انه انت تقضي عليها وما تخليهم انه مستقبلا يرتكبون عملية، ومرة إثارة بعض الفوضى بالشارع. اليوم الحمد لله والشكر خصوصا بغداد وكثير من المحافظات تنعم باستقرار امني واضح، يعني نموذج الموصل اكو مرحله انتقاليه، يعني اكو محافظ مقال، اكو خرق امني متحرره من داعش. لا هو انا اللي اقصد احنا يجب ان لا نغفل طبعا طيب. احنا هذا الهدوء وهذا الامن اللي قلت لك صار بدماء يعني زاكية من جميع ابناء الشعب العراقي، فبالتالي اليوم علينا ان نحافظ عليه، نكثف جهدنا الامني الاستخباراتي، ومضافا يعني مثل ما اشرت حضرتك بمقدمه البرنامج، صراحه بعض المشاكل السياسيه ممكن تنعكس واللي يريد يخلق فتنه ممكن انه حتى يعني الناس محقه بهذا الفرض. لا هي مو الناس، اكو لا عفوا الناس لما تقول تدري اول ما يصير تفجير يقول لك هاي بيناتهم دكتور. لا هو مو بيناتهم، لا تتصور يوم واحد داخل عمليه سياسيه يمارس هاي الأمور لكن شنو هناك من يحاول أن يصطاد بالماء العكر، يحاول أن يخلق فتنة وحتى أيوان تلقى على القوى السياسية المتخاصمة إذا صح التعبير نسميها. فبالتالي حقيقة اليوم مطلوب من الجميع أن يتكاتفوا وأن يكون خط الأحمر هو الأمن، ماكو عندنا غير شيء خط أحمر، أمن المواطن أمن البلد هو هذا الخط الأحمر أعتقد. فبالتالي أعتقد إن شاء الله الأيام القادمة أكيد الجهات الأمنية بكافة تشكيلاتها سواء الأمن استخبارات الأمن الوطني واعين لهذه المؤامرات، ونسأل الله سبحانه عز وجل أن تستمر هذه النعمة. طيب. شوف يعني المرجعيات الأمنية اللي ذكرتها جنابك أستاذ كريم النوري البعض يعتقد أنها جزء من المشكلة، يعني احنا المفروض يعني احنا المفروض مثلا عندنا الداخليه والدفاع والامن الوطني والجهاز المخابرات وكلها تشتغل على الداخل، وعندنا ايضا مؤسسه امنيه تتعلق بالحشد الشعبي، لكن ورغم هذا يصير الخرق، وبالتالي تعدد المرجعيات يعني شنو انعكاسه على الوضع الامني؟ المفروض يكون ارصن، لكن البعض يقول لك لا هذه مشكله. بدايه دكتور زيد تحيه لك ولمشاهديكم والاستاذ احمد السيد النائب. مشكلة الأمن في العراق كما ذكرت تعدد القرار الأمني، لكن بالمفارقة هناك وحدة القرار الإرهابي، يعني كنترول الإرهاب واحد، بينما المعالجة الأمنية هي متعددة. أوضح ربما الكلام هذا مهم، عندما أصبح التوافق الدولي اللي الحل بالعراق صدقني للاستخبارات كأنما هي متغلغلة ولا الصبات ولا السيطرات،
كانت لدينا سيطرات، لدينا جهد أمني، ويومي عندنا انفجار تتذكر صح. الأحد الدامي والاثنين تتذكر الخميس الدامي، شهريا أكثر من 15 مفخخ انفجرت ببغداد، شهريا أكثر من 1000 ضحية صح. لكن الآن التغير اللي حصل، خطاب الدولة تغير، كان خطاب طائفي، هذا التغير يعني ليس هناك تعدد في قنوات الإرهاب، بدليل لو 4-5 سكتهم من قواعد الإرهاب 4 يبقون بعمل، ليش الآن السكوت الكامل؟ يعني الكنترول واحد، بينما القرار الأمني يفترض، والخرق اللي حصل الأكبر في الموصل، ويبدو واحدة من الأسباب ليس داعش، داعش وجد أرض خصبة للدخول، هناك الفساد على مستوى طبعا مشكلة، اليوم عندنا أهم مشكلتين بالعراق، آفتين هو الإرهاب والفساد، بل الفساد الأخطر. ولذلك اليوم التحسن الأمني لا يعني أننا في حالة مثالية، هناك هيبة الدولة في خطر، ودائما أنا أؤكد يعني ممكن تتكرر التفجيرات، استقرار لا لا استقرار الأمن لا يكفي لعودة الإعمار. شوف هي العلاقة جدلية بين الأمن وبين الإعمار، عندما يكون هناك تردي أمني سينهار الإعمار والاستثمار، لكن الآن التحسن الأمني الملحوظ لا يعني أن الأمور بخير، هناك أيضا ظهور حالة جديدة من العصابات، من الاستهتار، من الابتزاز، ولذلك اليوم هاي قوة طاردة للاستثمار والإعمار، ونحن في طريق الاستثمار. تلمح إلى مثلا قضية العشائر بالجنوب، هذه واحدة من المشاكل اليوم حقيقة، قوة العشيرة هاي المفارقة أقوى من الدولة، يعني المشكلة اليوم إذا أكو مشكلة مع الأسف حتى على مستوى العشائر، على مستوى الأشخاص، لا يذهب إلى الدولة، كأنما الدولة لم تجد حلا له، يذهب إلى العشيرة أو إلى أو المكتب الفلاني للأحزاب، أحزابنا الإسلامية ما شاء الله صارت حللت المشاكل الأيام، العدة مشكلة يروح للحزب الفلاني حتى يخلص، وهي مشكلة، وفعلا يصير ردع، أنا أتمنى الدولة تكون يد الردع بيد الدولة، والمنع بيد الدولة مو طيب. بيد الأحزاب. إذا الأمور أستاذ كريم عفوا، إذا الأمور مشخصة وواضحة بهذه الطريقة، بمعنى يعني واضحة إشكالية تعددية القرار الأمني، واضحة مشكلة العشائر، واضحة مشكلة أن الأحزاب ومكاتبها طبعاً سواء مؤثرة. كانت سياسية أو حتى الاقتصادية صارت مرجعية الناس في التعامل مع المشاكل وحل هذه المشاكل، الدولة ليش بتحلها؟ هو فاقد الشيء لا يعطيه. شوف في زمن صدام حسين كان شرطي يدخل إلى مشكلة بين عشيرتين ووقف العمل، اليوم الشرطي كان يقاوموني، يعني ما يدخل المشكلة بين عشيرتين يخاف، وهي مشكلة، وبعدين الدولة ما راح تحمي حد، مشكلة الدولة اليوم يجب أن تحمي رجالها، والدولة عندما تكون عاجزة عن حماية رجالها فهل تحمي الناس؟ هاي مشكلة. ولذلك اليوم نحن نطالب حقيقة، أهم شيء اليوم تصير قوة هيبة الدولة، وهيبة الدولة تبدو لي أنا مفقودة أو مغيبة، وهذا يجب أن تتضافر جهود كل الأحزاب. هذا حكي يهمك ترى، لأنه جنابك أنت تمثل الدولة. لازم. اليوم نحتاج إلى فرض هيبة الدولة، يجب أن تكون الدولة فوق كل الاعتبارات، فوق الاعتبارات الحزبية، الولايات الفرعية، العلاقات العشائرية، العلاقات الشخصية، الدولة فوق كل شيء في كل دول العالم، الآن في أمريكا، في أوروبا، الدولة والقانون فوق كل الاعتبارات. نحن مع الأسف اليوم الأحزاب أصبحت أقوى من الدولة، بل ابتلعت الدولة، أنا مسؤول على كلامي، هيبة الدولة في خطر، ومنهم منظمة بدر. أنا لا أستثني أحدا، وإثبات الشيء لا يستلزمنا فيما عداه، اليوم بدر كبقية الأحزاب أيضا، ولذلك بصراحة قد يكون بدر أخف حدة. لا شلون أخف حدة؟ لا شيء أخف حدة، يعني شنو أقصد؟ يعني ما تدري لا لا ما يخالف قوة بدر، قوة بدر الأمنية أستاذ كريم، لا بس قوة بدر عفوا من أقوى الفصائل المسلحة الموجودة. أحسنت اليوم بصراحة، تاكل وتشرب يعني؟ لا جيد، اليوم قوة بدر قوة بدر وتجربتها القتالية مرة تستثمر لا سامح الله للفوائد الشخصية للحزب، ومرة لأجل الشعب، لأجل الدفاع عن العراق، كما حصل في قضية دخول داعش. دخول داعش الحمد لله أثبت الأخوة جميعا، يعني بدر، العصائب، جميع الأخوة، حتى سرايا السلام أثبتوا أنهم فعلا يضحون من أجل الشعب العراقي، والذي يضحي من أجل الشعب العراقي، من أجل حدود ووجود العراق، يجب أن يضحي من أجل هيبة الدولة. اليوم احنا ضحينا بصراحة على الحدود وقاتلنا، اليوم يجب أن نحافظ أيضا على النظام، على القانون. أنا اليوم حقيقة لا أستطيع أن أقول يعني عفوا أنت تقول لازم إحنا الأحزاب بمكاسبها وقوتها تتحول تتنازل
لصالح الدولة. بالضبط أستاذ هو هذا الكلام اللي طبعا هاي الإشكالية موجودة لا يمكن إنكارها، لكن احنا شو نقول حتى عرج عندنا اليوم المواطن كل اي مواطن يعني عفوا انت قوتك الان قوتك استاذ نعم. احمد كعضو مجلس نواب قوتك مو كعضو مجلس نواب بس قوتك انه انت من العصائر. لا لا قوتي اكيد يجب ان استمدها من مجلس النواب باعتباري مثل سلطه تشريعيه ورقابيه. يعني صوتك كقياده في العصائب ممكن يكون اعلى من صوتك كعضو مجلس لا نواب. لا شوف احنا شوف هي هاي طبعا فرضيه لا 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 لا, 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 لا ما ماكو مشكله سؤال ينطرح هذا وسؤال ممكن له اجابه. انا اعتقد احنا ايش مطلوب من يوم من عندنا كل القوى السياسيه يحتاج اراده انه احنا نؤمن نريد نبني دوله نريد نفرض سيطره القانون. احنا قاعد تصير ممارسات مره باسم العصائب مره باسم التيار الصدي مره باسم بدر مره باسم شنو ممارسات يعني؟ ممارسات من البعض فردية النفوس فرديه اي فرديه احسنت بالتالي يعني ممارسات امنيه فرديه لا تؤثر لا لا على التصرفات التصرفات غير مقبوله مو منهج بها تجاوز فبالتالي اريد مثال حتى افهم يعني تصرفات تصير مثلا واحد اعتدى على سيطره اعتداء او كذا على مواطن على سيطره كسياسة لهذه الجهات حقيقة هي رافضة وبالتالي كثير من الجهات اليوم بما فيها الأخوة بالعصائب وبدر حتى توجد أرقام تليفونات يعني خبرون من يقوم بالتجاوز. احنا حقيقة مكاتب العشوائية اللي جاي تنسد لمن يدعي انتماء الحشد الشعبي الكثير من المشكلة الأمنية الكثير المتفقة. الكثير مثلا يفتح فتحوا مكاتب خصوصا بالكرادة 14 مكتب تم غلقه من قبل أمن الحشد. آخر رقم قرأت أكثر من 325 مكتب أغلق وهمي. أنا أتكلم عن الكرادة فحقيقة هاي بادر يوم الكل عنده إرادة أنه تنفرض سلطة القانون. وأعطيك شاهد اليوم ما الدقة العشائرية جد كانت مشاكل يعني قدام السيطرة قدام جيش قدام يعني قيادات أمنية يصير مشكلة عشائرية ويتفرج. لا هسه القانون الطاقوة قال اعتقل كائنا من يكون فبالتالي إذا تسمح لي بس أوصلك طيارات مسيرة بالهارس بالبصرة تصير صحيح. إحنا سانحش لك على مستوى بغداد بعض المحافظات بعد ما تسمع لا يعني خفت يعني تقدر اقول 90% صحيح. فبالتالي احنا اليوم مطلوب من الدوله من رئيس الوزراء من القائد العام للقوات المسلحه انه نفرض سيطره القانون. عندنا قانون الاحزاب مثل ما قال الاستاذ كريم الاحزاب يعني ما تنزل ما تتنازل عن مكتسباتها يعني هي عندها مكتسب بانه فرضت سيطره على منطقه فرضتها امنيا انتخابيا سياسيا اجتماعيا تقبل تتنازل دكتور زيد اذا سياسيا واجتماعيا ما عندها مشكله اخو هسه انا اتحدث لك وانا جزء من منظومه جزء يعني متهمه بهذا الشيء. احنا هسه نرفض هذا الشيء الاخوه في بدر يرفضون هذا الشيء ومو نرفضه انه احنا نحارب احنا نريد اليوم احنا نريد نبني بلدنا. اذا تبقى اليوم هذا المربع للجهه الفلانيه وهذاك المربع للجهه باء والف وجيم حتى نريد اذا نريد استثمارها ما حد يجي يقول لك انا شلون اجيك استثمار اذا انا بين هاي بين هاي الناس. المهم احنا اليوم اكو قرار رسمي سياسه رسميه مو قرار رسمي سياسه رسميه لكل هذه الجهات هي اليوم مع فرض هيبه الدوله مع حصر السلاح بيد الدوله هاي خو متكلمين به حتى اللي بالفتره السابقه على لسان قيادات السيد هادي العامري اذا جماعه الموصل دا يسمعونا يقول لك زين المكاتب الاقتصاديه يعني المكاتب الاقتصاديه اليوم هاي ترى مو بس اقتصاديه مو بس خلها اليوم اكو ضعاف نفوس وانا اجي اشوف هنا ضعف امني. هذا الضعف الامني مو انا عالجه اكو دولة اكو قيادة انا ليش امسك قيادة عمليات اذا قيادة عمليات ما قادرة انه تمارس دورها وتفرض سيطرة القانون انا شو اسوي بها. المواطن يضطر يلجأ لهذه المكاتب. حسنت. اليوم مطلوب هم من خلال قناتكم الكريمة مطلوب من القيادات اللي موجودة قيادة عمليات بغداد نينوى غيرها صلاح الدين سامراء تفرض وعدها قوة عدها سلاح عدها رجال عدها على شنو انا خاف. واليوم انت اذا اكو حتى الجهة اي جهة ما انت تدري قياداتها مكاتبهم معروفه عناوينهم معروفه هم رافضين. واليوم ترى الاعلام يعني مؤثر جدا اذا يريد بس المشكله بعدها قائمه استاذ احمد. تعرف ليش يعني هسه مثلا الواحد وقع بمشكله ما يشيل التليفون عن نجده ما يشيل على الخلل العمليات وين يشيل تليفونه الخلل على صاحبه دكتور. صاحبه بدر صاحبه بالعصائب دكتور, دكتور الخلل وين الخلل بالمنظومه الامنيه. يعني هسه انت مثلا اكو حادث
تعرض له اي مواطن من يتصل هم يقولوا له اتصل 104 اقوى من بس الدوله يقولوا له اتصل 104 ما يجي يقول له والله اتصل بفلان هو يعني انت هي المشكله بالقائم اللي يريد يطبق القانون هو خايف زين انا اذا القانون من شنو مرعوب ما لا مسوي جريمه وقاعد افرض امن فاحنا يحتاج لنا اليوم نعيد حساباتنا بالرجال تقود سواء مراكز الشرطة سواء قيادات العمليات قيادات الفرق يعني هسه كثير من المناطق ما شاهد عليها مو دافع عن أحد تصير مشكلة من يجي أمر فوج أو أمر سرية يسكتها للمنطقة ليش؟ لأنه هو شجاع هو ما مخلي بحساباته أنه يخاف من جهة معينة راح ترجع إلى سؤال إلى فكرة مهمة أنا أريد أناقش بها أستاذ كريم يعني إذا المناصب العليا في القيادات الأمنية للمناطق أو للمحافظات الناس تقول لك يا أخي حتى هاي تباع وتشترى مشكلة تباع وتشترى مشكلة ثانية ها اللي يبيعها ويشتريها منه هم أحزاب وهم قوى سياسية زين هاي شو تنحل يعني شنو اللي يخليني أنا أشيل تليفون على قائد سرية يتعامل بمهنية وشجاعة المعهودة للمؤسسة العسكرية العراقية ويجي يحل شغلتي وهذا اللي يشتري أي منصب بأموال راح يعوض الأموال خلال شهرين عن طريق الفساد وقد يطلق سراح رهابي ملايين دولارات أنا المشكلة أوضح نقطة حتى لا نظلم إحنا ضد التعميم أكيد حتى لا نظلم الأحزاب وإخواننا اللي الآن يدافعون عن العراق لأن صار انطباع سلبي عند الشعب وهذا طبعا انطباع أثر وكما يقال في الإعلام وأنت أستاذنا بالإعلام عفوا الانطباع أقوى من الحقيقة 100% اليوم حقيقة كريم نور الشيء لكن يصير عنده انطباع بالإعلام سلبي احنا بعد سقوط النظام وفوضى السلاح وتحول الترسانه مال الجيش وين للبيوت كل بيت تلقى بيه 5 قطع اسلحه بينما ما تجي تحاسبه هاي مشكلتنا فبدر باعتباره فصيل مسلح قررنا بصراحه اليوم ان نتحول من فصيل مسلح بدر البندقي الى بدر البناء والاعمار قررنا التخلي عن السلاح بانتفاء أسباب وجوده لأن النظام هو أجبرنا على حمل السلاح سقط النظام البعض عاتبنا قالت وشون في هذه الفوضى تحولت من فيلق بدر إلى منظمة تخلينا عن السلاح طوعا بإرادتنا ليش نريد حقيقة من أجل السلم الأهلي وجود السلاح عندنا راح ربما يصير عامل للحرب الأهلية هاي الفكرة حقيقة ثم قد يسأل سؤال بعدين وشون نعم لما تعرض العراق للخطر كان لدينا تجربة بالقتال ما عندنا سلاح وفرق مرة عندنا سلاح ومرة عندنا خبرة بحمل السلاح اليوم العراق إذا يتخلى عن السلاح ما يتخلى عن خبرته واضح وين النقطة حتى يصير إشكال من إجت الفتوى إحنا تحزمنا البدر العصائب سرايا السلاح أي رحنا قاتلنا ليس بعنواننا كأنما إحنا بدر مسلح لا تطوعنا من بدر إلى الحشد ولذلك يوم الإشكالية أنا أتحدث عنه الحشد أصبح قوة الآن تابعة للقائد العام للقوات المسلحة حتى أرجع لسؤالك لا يأتمر بأمر العامري أو بأمر الشيخ قيس الخزعلي وإنما بأمر القائد العام لدينا متطوعون من البدر ومن العصاب ومن التارصد وين بالحشد شوف فرق هناك إشكالية صار خلط لذلك اليوم إحنا اليوم الحشد يأتمر بأمر القائد العام للقوات وليس بأمر الأحزاب تقول لي بعض العناصر ترى انا ما سالت يعني عفوا لما اقول بانه لما اقول هاي المنطقه تحت سيطره الجهه الفلانيه كحزب سياسي انا اتحدث هو انا اتكلم هسه وبالتالي يعني هو مؤثر على القائد الامني الليبي هو هذا الانطباع السلبي الانطباع السلبي قد اكون من الصراحه المؤلمه صريح معروف نعم. عليه عمليات بغداد بعض الخروقات لدى المقرات لم تدخل اليها عندها مذكرات اعتقال تقول نخشى أن ندخل لكن لما قامت مديرة الأمن والانضباط بإدارة الحاج أبو زينب اللامي بدخول المقرات أبو زينب اللامي يشجعوا أقصد يشجعوا ودخلوا مديرة عندنا مذكرات وين شتوا حتى حرجوا نفس الحاج أبو زينب قام بدأ ليش ما دخل شو القضية مثل ما تفضلت عزيز الكلام وكلام أستاذ أحمد اليوم مع الأسف نريد اليوم كيفه نحن اليوم عندما نضحي من أجل العراق شو أنت به
ونقدم التضحيات. يجب أن نضحي من أجل هيبة الدولة، من أجل النظام، من أجل السلم الأهلي. اليوم إحنا يجب صراحة، اليوم امتحان أمامنا، اختبار يعني اختبار كبير وامتحان عسير. كيف نتخلى عن بعض مصالحنا وبعض قوتنا، خلينا نكون واقعين، من أجل قوة العراق، من أجل هيبة الدولة. نعم اليوم بعض مثل المكاتب، يعني واحدة من الإشكاليات هاي أيضا عند الأستاذ أحمد، يعني واحدة من الإشكاليات أستاذ اللي هي خرق قانوني دستوري، إذا كنا نتحدث عن دولة حقيقية قيادات الفرق يصوت عليها داخل مجلس النواب، صح المصاحب؟ إيه. وين صوتوا على أحد؟ أجابك سؤالي؟ أي طبعا تعرف حضرتك بقانون الموازنة اللي 2019 بيوم ألزم السيد الرئيس الوزراء أيضا هو السيد القائد عام للقوات المسلحة أن يقدم الأسماء خلال أو لا يعني ذب المسؤولية كلها على السلطة التنفيذية. لا لا مو ذبها، هو أكيد هو المصدي، هو المصدي للموضوع. 31/6 أثرت الموضوع؟ لا طبعا ننتظر، احنا ننتظر. هو ليش خلينا فقرة بالقانون موازنة 2019؟ هاي الفقرة خلينا حتى يلتزم بها السيد رئيس الوزراء القائد عام للقوات المسلحة أن أنه ماكو عمل بالوكالات، يجب أن يكون هناك خصوصا قيادات الفرق. قيادات الفرق يجب تصويت داخل البرلمان. صح. وأكيد يعني هاي الأمور إحنا ماشيين بها بهذا الاتجاه تحديدا وننتظر. وأعتقد يعني أغلب الوزارات خصوصا وزارات الأمنية قاعد نسمع أنه تم رفع أسماء، وأغلبها الأسماء اللي موجودة طبعا مقيمة من قبل قياداتها. يعني شنو انطباعك عن هذه الاسماء عفوا؟ والله يعني مثلا والله سي فيات ومعروفين. لا هسه انت سالتني بغض النظر عن وزارات الامنيه، يعني لا مو وزارات الامنيه عفوا، قيادات الفرق دا اسال انا، لانه اليوم انا موضوعي امني. هذول قيادات الفرق لما رفعت اسمائهم، لا هو اكيد اكو سي في طبعا، تقييم امني، سي في استقلاليه بالاداء الامني اكيد من خلال الخبره والممارسه والتجربه والاطلاع على عمله. تم رفع هذه الاسماء بعد هو مجلس النواب بعد عنده قناعه بهذا الشخص. هسه الموضوع انا اخاف محاصصه. لا 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 هو اقول لك بابا احنا نظامنا برلماني، هي تمشي عرق المصالح، هو صار عرق. يعني انت هسه انا اسالك سؤال، خلينا نثير هاي احنا اخوان وقاعدين والناس تتفرج علينا. يعني هسه اذا قدمنا قاده الفرق، كم فرقه عندنا سيدنا؟ كم فرقه عندنا موجوده بالجيش العراقي؟ يعني حد تقريبا الان ثمان فرق. خلينا نجيبهم كلهم سنه يقبلون شيعه، خلينا نجيبهم كلهم شيعه. احنا ما نقدر نجيبهم، هذا ما له علاقه بالمحاصصه. لا 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 عفوا، هذا توازن، لا اداك محاصصه. لا 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 انا شنو يعني كل واحد يقدم قائد الفرقه صاحبه ما لا هو اكيد اكيد. انا تعال المناطق السنيه، جيب كل قيادات الفرق بكفاءه عاليه مثل عبد الوهاب الساعدي وعبد الغني الاسدي كلها تمشي وراه. انا ما نفهم يعني ما لا 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 المحاصصه عند الاحتلال، المحاصصه تبع الاحزاب، المحاصصه. اعتقد يعني حسب ما نسمع هسه السيد رئيس الوزراء القائد عام القوات المسلحة صراحة حسب ما سمعناه مرشح نماذج جدا جيدة، وشفناها احنا يعني اليوم هسه الى عبد الوهاب الساعدي، عبد الغني الاسدي، ولو طلع تقاعد الرجال، اي الاسماء اللي اشتركت وقدمت في هذه الفترة ما اعتقد عليها غبار. صح. وما حد يقدر يشكك، يعني يقول والله انا اليوم لازم اجيب بالفرقه مثلا الثامنه او السادسه اجيب فلان. لا على العكس، اليوم هم قاعد يدورون الملف بشكل صحيح. هسه بعض الملاحظات سيوف مجربه اي بعض الملاحظات ممكن يعني عندنا لجنه امن ودفاع ممكن مراجعتها حتى نعطيهم احنا بعض مرات. يعني معناها بس تعالي كيفك، هاي انت دا تقول المحاصصه موجوده، يعني ما نقدر التوازن. لا 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 ما اريد احكي توازن، ما اريد احكي سنه وشيعه، اريد اتكلم عن محاصصه احزاب. هسه محاصصة الأحزاب بالوقت الحاضر لحد الآن يعني هسه أنا راح أقول لك بالملف الأمني، هو ترى الملف الأمني نفس الشيء، نفس الملف نفس القصة نفس القصة. يعني هسه واحدة من الوزارات أنا سألت الوزير قلت له كم مدير عام عندك؟ أعتقد قال لي 30. قلت له شلون ذول راح أثبتهم؟ قال أنا قيمتهم التقييم اللي يعني حسب الضوابط والمعايير أنا عليه قدمته ورفعته. بعد انتم تصوتون علينا تريدون تجيبون احزابكم يمكم هاي القضيه، احنا نسال الاخوان، يجب ان نتجرد. هسه ما يخالف انت خذ لك مديريه وكاله، بس اكو مفاصل يحتاج لها ذوي الخبره، ذوي الاختصاص، ذوي السمعه الطيبه. هو لانه مثلا في الحرب على داعش، حتى في وقت الحرب الطائفيه 2006 وفوق، يعني اكو مناطق ببغداد
ما حد قدر يطلع راسه صحيح ويطلق صحيح رصاصه واحده صحيح في ذروه تلك الحرب الداميه صح صح هذا مؤشر ايجابي صحيح في الحرب على داعش ووجوده مؤشر ايجابي. انا اقول يعني هم ارجع واقول هسه انت قلت تقول ذبها براس الحكومه، لا هسه انا ايش اقول على الكتل السياسيه؟ أنت تتخلى عن مصالحها من أجل تقدم نموذج، لأن الشعب العراقي ما عاد يتحمل. أحسنت. يعني واحدة من مشاكلنا اللي من 2003 إلى هذا اليوم المحاصصة. صح. اللي مرة نجي بعنوان التوازن والمحاصصة ولدتنا الفساد. يعني اليوم أنت ما تقدر مدير عام مجلس نواب ما يقدر يستضيفه لأنه عنده كتلة سياسية داعمته. فهذا حقيقة إذا سمرنا طيب بهذا الوضع إحنا راح نجنع العملية السياسية بالعراق. واحدة من لقاءاتنا السابقة أستاذ كريم على قناة الفلوجة كانت دائما في ذروة الإشكالية مع الحرب مع داعش الإرهابي والضغط اللي صار وما يصاحبها من خروقات، كانت أسأل حاسبت أحد، قدمت أحد ممن يعني انتهك شيء من حقوق الإنسان في أثناء المعارك؟ فيعني جنابك كان يحسب لك الصراحة بأنه قدمت مثلاً شخصية أو أحد جنود بدر ضمن الحشد الشعبي. محكوم بالإعدام الآن. بالضبط. وحتى الآن ماكو استئناف عليه. بل محكوم بالإعدام. ها. زرت قبل فترة يعني مديرة الأمن نفس الفوة إجاني قلت له أنت الآن قاتل. إجا يستغيث. قلت له أنا ما عندي موقف أمام القضاء. فبصراحة أنا داخلي سعيد جداً واللي أمر بتسليم الحاج أحد العامل بالميدان. قال الآن يجب أن يحتقل، وهي تسجل طبعاً للحاج هذا العامل 100%. لأنه صراحة اليوم إحنا الظلم هو واحد جي. يعني ما يقول إحنا اليوم البر إنه صدام حسين يرتكب ظلم ما نقبله، بس إحنا نقبل لا اليوم ظلم واحد. تعرف هذا وين يجرنا إلى سؤال عن الوضع الأمن الحالي اللي إحنا دا نناقشه، أنه مثلاً البارحة جميلة فلنفترض صار تفجير وصاروا بي ضحايا، أقيل أحد، تجمد عمل احد من القيادات الامنيه، هاي مبدا المحاسب ليش ما عندنا احنا؟ هو المشكله بدايه يعني احنا ثقافه الاستقاله او الاعتذار ما موجود حسن ما اريد يستقيل، انا اريد دوله تقول له يابا صار خرق امني طبعا تحاسب من رخصتك تعال تحقيق تجميد اقاله الى اخره، حتى الناس المشكلة حتى وين الناس تعرف الدوله تتابع. زيد المشكله وين اليوم؟ احنا بصراحه الحاله مو مثاليه، يعني اليوم موجودة كثير من الخروقات في الأجهزة الأمنية، قيادات الأمن مع الأسف بعضهم هو يدير إمبراطورية مالية، حتى تقطع الطرقات في بعض المناطق كان يستفيد منها، يأجر محلات مليارات الدنانير، وهذا بالنتيجة يسعى وين هم هذول يسكرون؟ هسه يجوز برفع راحة مصالحهم برفع الصبات. القصد اليوم إذا تكون إرادة مثل ما تفضل الأستاذ أحمد، تكون إرادة لدى الدولة، صدقني اليوم الأحزاب تنسجم مع إرادة الدولة. الدولة يجب أن تكون اليوم رئيس وزراء عندما يقرر، بعد أنا ما عندي موقف والله فهمت. ما حد يضغط غير الإعلام يا أستاذ كريم، يعني إحنا مثلا مرات بالإعلام نحاول نضغط حتى يتلقفها مجلس النواب، حتى مجلس النواب يضغط على الحكومة، بس أكو قضايا يعني نضغط بيها ونحكي بيها أيام وأسابيع بس هم ما نطلع نتيجة. هو هسه المشكلة أنت ذكرت خوش نقطة، أنه هل عندنا إحنا ثقافة المحاسبة للمقصر أو ثقافة الاستقالة أو الاعتذار للشعب؟ ما موجود. يعني الآن أي تفجير في أي دولة بالعالم أو أي خرق أمن أو استضاف يعني اعتبار ذيك حالة قطار قطار ينقلب يستقيل يقدم استقالته. يعني صارت إحنا 2000 تتذكرها مال جسر أئمة طلعوا المسؤولين الأمنيين وبس يبرون، يعني مش قادرين نبرر. هسه قضية الموصل، هل تم محاسبة حقيقية لمن سبب هذه الكارثة؟ سبايكر. فإذا احنا بصراحة اليوم المجاملات السياسية الاستقطاب الموجود مع الأسف هو يحمي اليوم مع الأسف راح ترجعنا للأحزاب السياسية. الأحزاب هم الساهم طبعا جزء مشكلة، ذلك احنا اليوم إذا الأحزاب شوف لا تقرر الأحزاب بإرادة تقوية الدولة مثل ما قلت جنابك الأحزاب الدينية حصرا، يعني الناس مجويه من 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 هذا من هذا حتى اليوم صح. بصراحه اليوم هاي التسميات باعتقادي احزاب اسلاميه وغير اسلاميه وعلمانيه، انا باعتقادي عندي ملاحظات عليها، بمعنى انه احنا اذا تقول احزاب حتى الاسلاميين كلمه اسلاميين، انا عندي بحث حول اطلاق لفظه اسلاميين مصطلح، انه هل هذا المصطلح ينطبق على الواقع بمصادق؟ انا شو الفرق هذا اسلامي وهذا غير اسلامي؟
بالتأكيد ليس كل مسلم إسلامي. البعد الأيديولوجي في إدارة العمل الحزبي. بارك الله. عنده رؤية ومنهج إسلامي. نعم. هل واحد الآن من السياسيين بالسلطة عنده منهج إسلامي لحكم معين حاكمية الإسلام؟ مستحيل. الوصول للسلطة للبرلمان للوزارة الآن 15 سنة صارت، وهذا طبعا جيدة، حالة جيدة. ما نؤمن بصراحة اليوم العراق دولة تعددية. بس حتى نرجع على من لا نروح بعيد. نعم. إحنا قضية المحاسبة، هل تسمح الأحزاب السياسية عفوك من الإسلام الأحزاب السياسية بأن يحاسب أو يقال مسؤول أمني حدث في منطقته خرق أمني؟ طبعا أحتضر بمثل كلش قاسي وربما يعني يكلفني الكثير، بس أنا مضطر أذكره. عندما حصلت كارثة العبارة، شوف الكارثة الإنسانية ما خلت واحد يستطيع الوقوف مع العاقوب، مع أنه ما له دور بال، هي كل شيء يعني العبارة ما له دور مباشر. أحسنت. لكن سبب الصدمة ما خلت واحد يدافع عن العاقب، العاقب كان مسيطر يقول ليس بإمكان أحد أن يقيلني، هيك كان يتصور. لكن شوف اليوم الأزمة، صدقني إذا أكو واحد اليوم عنده جريمة أو عنده فساد، ما هم حتى لو على حزبنا معصوب عليه، اليوم حتى الحاج هذا العامري لا يستطيع الدفاع عن أي فاسد في بدر، ما زال الفساد هو مرفوض. عندما تكون هذه الثقافة، لذلك أتمنى اليوم عندنا إذا بدأ المجلس الوطني لمكافحة الفساد، مجلس الأعلى لو مارس دوره بشكل صحيح، والله كلنا نقف إجلالا، نصفق له، نرفع له القبعة. اليوم احنا محتاجين، صدقني اليوم إرادة الشعب، طبعا الشعب ما يمكن تهمل إرادته مع إرادة الدولة، عندما تكون واحدة حينئذ الأحزاب سوف تكون مذعنة. أما أنت تقول لي مثلا الحكومة، هل يستطيع عفوا ساكن اليوم كنت أراجع تغريدات جمال الأسدي المفتش العام في وزارة الداخلية؟ نعم. اللي هو أحد أعضاء المجلس على مكافحة. نعم. الفساد، ذكر بأنه إحنا يعني مقبلين على فتح تحقيق في ملف أجهزة كشف المتفجرات الأريال. نعم. اللي كان بالسيطرات والآن ماكو بعد كل هاي المليارات اللي انصرفت. وبالتالي هل أتصور بأن هناك جهة سياسية ما وقفت خلف هذه الصفقة الفاسدة اللي ما لها أي أثر على كشف المتفجرات غير الحشوة ومال سنون والعطور وإلى آخره؟ يعني فعلا المجلس الأعلى راح يعالج هذه النقطة حتى لا يتكرر خرق أمني بسبب فساد؟ لا، هو حتى نكون واقعيين أنه المجلس الأعلى لم يكن أعلى من إرادة الأحزاب، بمعنى أن هناك بالتأكيد ضغوط، وأنا متأكد ومسؤول على كلامي، ربما المجلس الأعلى سيطال الناس البسطاء، يعني بعض الفاسدين اللي الكبارية ما يصلهم. لا، هو ليش سموه أعلى مجلس الأعلى مكافحة؟ فأخو عندنا النزاهة. ايه. ممكن ذول للزغار، بس إحنا يعني أنا آسف المقاطعة. ايه. يفترض بس يعني. هو هذا ما الجلسة التشاركية يعني هذا شيء يدمي القلب صراحة. ايه. إحنا صار لأكثر من 3 أشهر هذا المجلس، ونتمنى والكل تترقب اليوم هذا المجلس يحاسب عتاة الفاسدين المعروفين. أسماء معروفة أخي، أسماء معروفة، أنت ليش ما تجيبهم؟ وإذا أقول لا والله على كلام سيد كريم، إذا تسمح لي على كلام سيد كريم، خو احنا نكتفي بالنزاهة اللي قاعد على الموظف والرقابة المالية. مضبوط. يعني بالمناسبة، لا بالمناسبة أكو نقطة، يعني المجلس الأعلى لمكافحة الفساد البارحة يدعو من يمتلك وثائق فساد على شخص ما أن يقدمها، وإلا ستقام بحقه الإجراءات القانونية. الله بالله عليك، مجلس أعلى دين ننتظر من عنده محاكمة أحد؟ دكتور زين يروح إلى حق يصرحون؟ دكتور زين حطيك معلومة، دخل المشكلة ويا أستاذ مشعان الجبور. معلم، كبار الفاسدين اللي عندهم جرائم فساد الآن بدأوا يتأقلمون ويتقربون لبعض الأحزاب النافذة المتنفذة، وربما يعطيهم مشاركات بفساده حتى يمنع اعتقاله، وهي مشكلة اليوم. هذا أنا ذكرت في إحدى يمكن يعني عفوا نأيس؟ لا 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 تأيسوا، أنا أقول لك من أيس، للعراق يستمر، الوطن يستمر، والفاسدون أيس بأنه نشوف فاسد كبير بالسجن؟ لا عفوا، لا نفقد الثقة. صدقني احنا مرينا في ظرف داعش على باب بغداد، والناس حزموا حقائبهم، واحنا حزمنا بنادقنا الحمد لله، وليس منا، هذا شرف. احنا نقول اكو ثقة
انه هذا العراق يستمر مهما كان الفاسدون. صدقني الفاسد مهما استطاع ان يطغى، لكن لدينا ثقه بان الشعب هو باق، الوطن باقي، والفاسدون راحلون ان شاء الله. ان شاء الله. استاذ احمد، اكو مشكله امنيه كبرى في المنطقه، نطلع من العراق الى المنطقه. الاخبار العاجله صار لها يومين، دخول بارجه ابراهيم لينكولن، قاصفات بي 52 نشرها. وين نشرت؟ راحت القطر، وقطر حليفه ايران، هاي طبعا مفارقه. هسه اسمع من عندك على النقطه، انا ذكرتها من قبل البرنامج، مشكله غاثتك شويه فجايين عليها. 52 اليوم قبل قليل، قبل يعني قبل بدايه البرنامج، الباتريوت منظومه صواريخ في الشرق الاوسط. احنا ما لنا علاقه بهاي السوالف كلها. العراق اين من هذا الاهرام؟ طبعا العراق في محيط العاصفه او ضمن العاصفه العراق، بفوات الفندق البندق. بالضبط. احنا هم نرجع يعني من الطق الطق علينا. احنا شو نقول اليوم؟ اكو صراع بما يحيط العراق، شو نسميه، دولي اقليمي؟ اقليمي دولي، اقليمي دولي هو الصراع. مطلوب صراحه اليوم يعني هم لا يمكن ان ننكر ونقول هناك يعني علاقات الجانب الايراني مع كثير من القوى السياسيه داخل البلد. موقف إيران في فترة، موقف إيران من 91 جيد مع العراق باعتبار أيام الحصار، ترك الماضي وساعد العراق نوعا ما. بال 2003 أول من اعترف بالعملية السياسية وبقى يدعم العراق. إحنا هسه العراقي أو القوى السياسية هسه بلاش بفلوس، هسه جايه كاني بخالف لا الدعم ببلاش. لا انا ماكو عطي في سبيل الله. جيد، ممتاز. انا اريد اوصلك النتيجه. يعني مو 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 بصدد دفاع عن دوله ما. صراحه اليوم العراق محرج. احنا اليوم نطلب من القوى السياسيه، من السيد القائد العام، السيد رئيس الوزراء، صراحه يقف موقف وين مصلحه العراق تكمن. احسنت، بارك مصلحه العراق. شو شوف انا شخص مصلحه العراق، فلان شخص مصلحة العراق، كل من ينظر مصلحة العراق من جانبه. الآن أحمد الكناني الله وفقه وصار رئيس وزراء. بالتالي اليوم رأيك أنا بس أقول لك هاي مو فهمني أنت بعد، بس أنا مو كل شيء. لا فسرها، مو أريد أفهمك، الناس تسمعك. صراحة إحنا اليوم العراق، العراق اليوم الجانب الأمريكي يقول إنه ماكو يعني الحياد ما أقبل بي، لو وياي لو ضدي. صح. إذا ضدي أنت بعد أنت روح خذ راحتك. احنا نقول العراق هسه ظرفه يسمح له انه يقف على الحياد. هاي يحتاج انها عقول تفكر بمصلحه البلد وهي تقرر، لان هسه انا يجوز وجهه نظري ما ماخوذ بها باعتبار يعني وان كنت نائب، لكن ما حد ياخذ بوجهه نظر معينه. استاذي لما يصير الطق طقه لا سمح الله، الله لا يقولها ويبعد الشر عن العراق وعن المنطقة كليتها، لأنه الحرب مهلكة ومفسدة. بالضبط. وماكو واحد يطلع من عندها رابح. لكن لما يصير شيء، أنتم مجلس النواب جلسة استثنائية، جلسة طارئة، لا طبعا أنا أريد من عندك موقف. هذا أكيد. شراح تصوت، شراح تقول، شراح تحكي بالمداخلة. أي شيء راح يكون هو بالحفاظ على وحدة العراق طبعا مهددة. اليوم إذا تذهب أنت بجانب ما وحدتك راح تكون مهددة. ليش؟ يعني هسه واضح اليوم، هسه مثلا اكو موقف على اربيل؟ لا مو بس اربيل، يعني حتى المناطق الغربيه هسه ما نقول احنا نبتعد عن المسميات الطائفيه ولا، يعني اكو مواقف المناطق السنيه ايش راح تسوي؟ اي مواقف واضحه. أي. ضد او مع التوجه الامريكي، مو بالضد، مع التوجه الامريكي. عندنا مناطق اخرى مع التوجه الايراني ويعتبروها معركه، هاي معركه الحق والباطل. يعني عفوا، هل يعني لا ما يخالف كلامك خطر استاذ احمد، هل المناطق الجنوبيه عفوا طبعاً كاستعارة تسمية وليس تصنيفا طائفيا، هل المناطق الشيعية ستقف مع إيران؟ لا ما قلت أنا هيك، قلت يعني وقال بالبعض، كلمة البعض قلت البعض. لا ما يخالف، ما يدا أسألك هسه ويحكي عن الولاءات. لا أقول لك أنا البلد عبارة عن مجموعة من الأحزاب. وهل مثلا هل محافظة الأنبار ستقف مع أمريكا؟ مو بالضرورة، هو كثير من الأخوة في الأنبار عندهم علاقات تربطهم جيدة مع الجمهورية الإسلامية الإيراني. صح. هذا شيء واضح يعني. صح 100%. وما حد يقدر ينكره. فبالتالي احنا اليوم نقول نخلي في المقدمة هي مصلحة العراق أولا. ومثل ما قلت شلون هسه قلت في بداية الكلام، العراق خط احمر، الامن بالعراق خط احمر، فبالتالي المحافظه على وحده العراق خط احمر. جيد. وهاي مسؤوليه الجميع. بس بدايتك مهمه، يعني انت الان بدات تتكلم عن نقاط قلق بالحاله العراقيه في حال نشب صراع او نزاع مسلح. انت بهذه الجزئيه مثلا، هذه قضيه مثلا وحده العراق. بعد
شنو المقلق اللي المفروض يناقش حتى يكون العراق اولا؟ طبعا هي تعرف انت حتى موضوع التجاره، المنافذ الحدوديه، العقوبات الامريكيه، احاديه الجانب. هسه سابقا احنا نقول احاديه الجانب مو امميه، ما ملزم العراق بتطبيقها او الامتثال لها، لكن هسه تشوف اكو تصعيد خطير بالمنطقه. هذا التصعيد اعتقد يحتاج لانه نفكر بهدوء ونخلي مصلحه العراق اولا واخرا. يعني استاذ كريم، تعرف اللي دا يخوفني، يعني اكثر من مره استثمر موضوع الحلقه وحتى فقط استشف من الضيوف الكرام ومن الاساتذه من مختلف التخصصات حول منطقهم في اداره الازمه المرتقبه، لكن كليتها استطيع ان اخرج باجماع ان العراق غير مستعد بالمطلق للتعامل مع مثل هذا النوع من التصعيد، لانه الطرف الاضعف اليوم. صحيح. الطرف الاضعف في اللعبه الدوليه، اللاعب الامريكي قوي، اللاعب الايراني قوي، واليوم التصعيد هذا. انا المشكله عندي مشكله داخليه. هو انا اتكلم هسه داخليه توضح بشكل واضح. اولا احنا اليوم موقف الدوله الرسمي بقد توجهات احزاب، ميولات، ولاءات، مثل ما تفضل. يعني البعض، مو الكل الان رافض الخروج الامريكي، مو الكل، حتى السياسيين طبعا البعض اصلا يجوز الى درجه انه ما حد يعني قدر يطرحه حتى في جلسه مجلس الدوله، ما عليه اجماع. ولذلك اللي ذكر الاستاذ احمد قال فعلا الولايات متعدده، البعض يقول ربما الاعتداء على ايران هو اعتداء على العراق، البعض يتصور. استاذ احمد تقدر تفضل حبيبي. اي شكرا. اي بديدك استاذ. انا باختصار شديد دكتور، اليوم احنا في ازمه حقيقيه. اليوم العراق صاير، انت اليوم حتى لو عركه مال عشاير، البيوت بالنص هم تتحمل، يعني هاي ماكو يروح بالرجلين. اليوم العراق بصراحه مثل اللي توقع عليه بشقة. فالمشكله اليوم العراق في واقع لا يحسد عليه، بين طرف منفعل يقول اما لم تكن معي فهو ضدي، هذا ترامب. نعم. بالنتيجه الوقوف على الحياد صعب علينا، والتخندق مع اي طرف هم صعب على العراق. يوم اليوم لا يمكن ان نتخندق مع طرف ضد طرف اخر، لكن اليوم حقيقه واقع العراق صعب جدا، يراد من عندنا حذاقه. اليوم الحرب، لا انا متاكد لم تقل الحرب، لانه لا امريكا راغبه بالحرب ولا ايران، لكن هذا التصعيد حرب نفسيه. لكن اكو اراده استفزاز الطرفين. لكن قبل شويه هم يعني ذكرت الان اكو عاجل ايضا وصل من مصادر اعلاميه انه المارينز دا يتقربون على خط التماس في هرمز، في مناطق هرمز، هم الان اكو تهديد بقطعه. لكن هو هنا هذا باعتبار قضية اقتصادية، وترامب أيضا عقلية اقتصادية. لكن اليوم أنا باعتقادي الأمر وصل إلى من الخطورة، لا إحنا مستفيد من ترامب والحملة الانتخابية، ولا أنا هو بصراحة حملة انتخابية. لا هو إذا فاز راح نستفيد من العراق. حتى اليوم الملف النووي بصراحة ملف لصالح إيران، إذا إيران إن شاء الله تخلص من الأزمة وتتطور النووي، العراق شو محصل؟ زين إحنا بس ندفع ثمن النووي مال ايران وتصير ضحيه، او ندفع ثمن انتخابات ترامب؟ يعني مشكله اليوم العراق يجب ان يكون حقيقه اليوم في، انا اعتقد زياره وزير الخارجيه الاخيره اعطت رساله قبل يوم، بعد ان الغى زياره الالمانيه، وزياره مهمه. هذا يعني ان هناك خطر، وكانما الان نقطه الخطر العراق الان دور ريادي، يعني جزء ايش قال برايك بومبيو السيد عادل؟ لا بالتاكيد طرح امور كثيره، انه يجب ان تكون مصالحنا مؤمنه بالعراق، قولوا لنا وضحوا لنا حتى لا نستهدف طرف بالعراق يستهدفنا. فربما امور كثيره طرحت، هو رجل هم واضح كان بطرحه للدكتور، وين كانت الزياره السريه وبعدين ترى انكشفت ورا ما راح. ايه ربما هالأسباب. أنا شنو أقصد؟ أقصد اليوم العراق في وضع حقيقة صعب جدا ومعقد، حتى مسألة التوازن ومسك العصر الوسط مستحيلة، لأن أنت اليوم بين طرفين، أما معي أو ضدي، هاي المشكلة. لكن أعتقد العراق يستطيع أن يمارس دور لي بصراحة لتخفيف الصدمة. يقدر؟ لا يقدر. اليوم العراق باع سلاح ذو حدين العراق، أما تخفيف الصدمة أو تعميق الأزمة. العراق أنا باعتقادي لا يكون نقطة تصادم، وإنما نقطة تفاهم وتخادم. أعتقد ما زورنا اليوم إحنا نرتبط مع إيران بألف كيلو، أكثر من 1300 كيلو متر. زين، هو مستر ترامب عنده حدوده مع موسكو ما مسيطر عليها، مع المكسيك،
مع المكس ما مسيطر عليها، هو نفسه احترف يريد يسوي جدار. زين انت جيتنا اني اسيطر على 1300 والتداخل موجود صارنا الاف السنين احنا وايران. القصر اليوم يجب ان لا يحرج. شو يسوي لازم عبد المهدي؟ عدد لي واحده اثنين ثلاثه خمسه. اولا يخاطب ترامب يقول له انت لا تحرج زايد، انا ابعدني عن الضغط على ايران زين. باعتبار انا ما اقدر اواجه ايران زين. وعلى ايضا حتى ايران عليهم مطالب هسه اقول الاولى انه لا تضغط عليه وتخليني جزء من المعركه. ونفس الحكي يقول الروحاني واحده. ثانيا مثل ما الحصار على صدام حسين بالتسعينات خلته الاردن رئه ومتنفس للعراق تتذكر 100% باشاره امريكيه طبعا. خلونا اليوم احنا متنفس انساني. لا هو موقف الملك حسين الله يرحمه كان ايجابي، ما كان ضد ضرب العراق في 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 يعني في حرب التسعين. احنا ان شاء الله عاد نفس الموقف ان شاء الله امين. ايه اليوم خلونا احنا متنفس انساني لايران على مستوى التبادل البسيط. القضيه الثانيه احنا نسيطر على عناصرنا داخل العراق، لكن اكو شيء خارج عن عناصرنا. يعني قبل حتى تاسيس الحشد خليني اتكلم بصراحه، يعني قبل تاسيس الحشد شنو كان الوضع مثالي؟ ما تستلف السفاره الامريكيه تتذكرون؟ يعني عفوا اكو تتكلم عن جهات سياسه جهات مسلحه خارج اطار الدوله مثلاً. خارج سيطره خارج سيطره الحشد والدوله. عندي سلاح عبر عندي السلاح انا مو بالدوله، شو ما اقدر استخدم السلاح وزين احمل الدوله لو الحشد مسؤوليه السلاح اللي عندي. فلازم الدوله العراقيه يعني توقف عند حدها. يفترض. أيه. اولا لا لا الدوله اعتقد تقدر، شلون تقدر؟ اول ما تفرض فروض، وان كان الان وضع العراق مو مثالي امني يعني السيطره على وضع العراق، القصد اليوم العراق فيه يجب ان يدفع عنه الاحراج. اليوم وضعنا حتى الدكتور عادل، فاعتقد اليوم ترامب ما حتى يتكلم بغير عقليه، عقليه الاملاء والفروض وهي عيب. يعني انت الان دوله انت عاطب الوضع هذا. استاذ كريم ترامب رجال اقتصادي يريد يريد ياخذ ويريد يستفز ويريد يبتز ويريد ويريد، واحنا بدنا نخسر يعني كل احنا الخاسر في هذه اللعبه. استاذ احمد يعني فعلا الناس تفكر يعني حتى واحد يكون منطقي دون تعاطف لاي جهه على حساب جهه اخرى، واحد يعتقد هذا اس البلد وواحد يعتقد هذا اس المشاكل. البلد يعني مرات اصفن، شنو ممكن يصير ببغداد؟ زين والقوى السياسية موجودة، مجلس نواب وحكومة وسلطات ثلاث، كيف يمكن أن يعني نأخذ زمام المبادرة السياسية في سبيل نحمي مصالحنا؟ طبعا بالمناسبة مثلا المصالح الأمريكية، السفارة الأمريكية في بغداد أو القواعد العسكرية، هذه أكو اتفاقات دولية على ضرورة أن تحميها. بالضبط. فش راح تسوون يعني؟ وأكو ناس يعني خارج السفارة. طبعا إحنا عندنا شاهد اللي بالفترات السابقة اليوم اللاعب الدولي او الاقليمي او حتى دول الجوار اعطيناها مبرر للتدخل بالشان العراقي بسبب تفرق القوى السياسيه، كل جهه معينه او كل تتستر خلف احد. بالضبط. يعني خلينا نقول كان حتى المصطلح يتداول انه كل من هذا عنده اجنده تركيه وهذا ايرانيه وهذا سعوديه وهذا كذا. احنا مطلوب من عندنا حتى لانه الوضع يعني مو سهل، العراق يمر في اعتقد في مأزق، مطلوب من القوى السياسية أن تقف مع السيد رئيس الوزراء باتخاذ موقف أنه أرجع وأقول نحافظ على العراق ونحافظ على هاي النعمة. هسه احنا بنؤمن لأنه مو بالسهولة اجت بدماء، ترى والدماء ما اجت بس بداعش، من 2000 لا 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 لا. من الاحتلال إلى فعلا. أن فعلا. 2018 يعني العراق يعني يعني الدماء دماء الحرب الطائفية انهار من الدماء من أجل أنه يرجع يعني يرجع من جديد ويقوم ويوقف على حيله. فبالتالي احنا اليوم صراحه الجانب الامريكي ما يهم الوضع، يعني ما يهم اغلب احنا نعتقد، وحتى السيد كريم انه يشاطرنا الراي، اغلب مشاكلنا هي اجت مع الاحتلال الامريكي، حتى في المعارك عندما كانوا يحاصرون الدواعش صناعه الفوضى كان هناك انقاذ لبعض الشخصيات والقيادات. تعرف فاحنا تفضل عفوا نقطه مهمه، في مثل هذه المعارك أكبر خشية هي حرب الإنابة، بمعنى صح تستخدم أطراف هي خارج هذه اللعبة بأن تكون وقود. أنا أعتقد حتى يعني اللي تقصدها حتى اللي القوى السياسية الخارج العملية السياسية شي تسميها سميها أطلق عليها أي مسمى، هي حريصة على فرض اليوم هيبة الدولة، حريصة على أنه ما تفرط بهذا المنجز.
واعتقد الكل يعني واقف بهاي المشكله مع خلف السيد عادل عبد المهدي وداعمه باتخاذ القرار يشوفه صائب يصب مصلحته بالعلن والخفاء ان شاء الله. اي نعم بالعلن. طبعا انا سالت هذا السؤال قبل يومين، هل يعني اكو اطراف عراقيه لها علاقات وطيده جدا مع الجانب الايراني مثل ما اكو اطراف عراقيه لها علاقه وطيده جدا مع الجانب الامريكي، ليش ما تتفق هذه الاطراف وكل واحد يروح الربعه يقول لهم يا جماعه الخير عوفونا احنا بالعراق؟ من يسمعهم؟ لا لا عفوا صعبه؟ لا هي مو صعبه بس اعتقد ما بها جدوى، لانه اليوم كل طرف متمسك ومقتنع عنده قناعات معينه، بس احنا نريد في خضم هذه القناعات وخضم هذه الولاءات، نريد احنا شلون نحافظ على العراق. بس يبقى التابع والمتبوع، دائما التابع لا يملي او لا يقترح على المتبوع. ماكو ما ظل التابع. يعني استاذ كريم يعني ماكو شيء اسمه تابع، يعني المفروض اليوم كبرت العالم وصارت قيادات سياسيه لا لا اليوم صار عندها نفوذ، المفروض لها قرارها المستقل. لا استاذ دكتور ما سالفت لنا على قطر، مشكله قطر خطيه ذول المساكين. ها ها لا ايش بيها طيارات لا مو اليوم انا شفت العاجل وصول قاذفات بي 52 ترى المقاربه كانت مضبوطه وصول قاذفات بي 52 الى القواعد القطريه. زين هي مو قواعد قطريه، هي قواعد امريكيه في قطر فهي خارج السيطره. بارك الله فيك. يعني في قطر ولمواجهه او تحسبا للتهديد من ايران وقطر هي حليف لطهران. طهران يبدو هاي لعبه التحالفات ربما يعني مو دائما يعني ايش لوحت لك يعني لوحت اقول انا يعني في شيء يدوخ. مره عندنا التحالف التركي الايراني الروسي القطري مقابل التحالف الامريكي، يبدو امريكا ماخذ العالم يعني لعب كيف دومنا على الراس. اي فانا اقصد شنو اليوم صراحه نتحدث بشكل واضح، اليوم المنطقه ما تحتمل او تتحمل المزيد من الازمات، واليوم اي معركه لا سمح الله او اي حرب حتى لو تعرضيه سريعه والله تحرق المنطقه كلها وما حد مستفيد. انت تفضلت حرب ما بيها رابح، ما بيها رابح. لذلك اعتقد اليوم القرار الامريكي مؤسساتي، مو ترامب بكيفه، مو يلعب كيفه. اليوم يريد يطيع اكثر، ربما يريد يقعد ايران على التفاوض، يستخدم اسلوب التجويع من اجل التركيع. غير تقعد ايران على التفاوض حتى نخلص. ما تقعد ايران. ما اليوم تقعد. ايران لا يعني ايران. اليوم تحكي ويا الاتحاد الاوروبي، تقول لهم عندكم مهله يعني ايران تهدد الاتحاد الاوروبي، تقول لها عندكم مهله 60 يوم. إيه؟ 60 يوم لو تحلون الازمه لو احنا مسحوب من الاتفاق النووي. هو جيد لصالح الاوروبيين، انتم اتفقتوا ويانا؟ زين ترامب بكيفه، انتوا اتفقتوا ووقعتوا، وهي بصراحه لانقاذ المنطقه ولصالح ايران والاوروبيين. اما تتخلى عن امريكا بمعنى من المعاني إيه؟ هو لسه امريكا انه طبعا اوروبا ترى تقول لك انا متمسكه بالامريكان، الوضع مع الامريكان بصراحه بالضبط. اوروبا ما تتنازل عنها طبعا، ما يصير انا اعول على ايران. تدري وراها حلف شمال الاطلسي وعندها اتفاقات اقتصاديه، على اي حال يعني نامل بانه الموضوع ان شاء الله يعني يكون تحت السيطره ان شاء الله ويكون عندنا قيادات سياسيه قادره على التعامل مع استحقاقات المرحله، وعندنا قيادات امنيه تضبط الامن بالشارع لا سمح الله في حال حصول اي طارئ. شكرا استاذ كريم النوري سيادة النائب أحمد الكناني، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا جزيلا مشاهدي الكرام، نشكر لكم طيب المتابعة. بعد قليل يحين المنتصف وحوارنا ينتهي حتى المنتصف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.